وموضوع صعب. وبعدين يطلع يقول لك اصل من مصادري، دي معلومات من جوه. جوه منين؟ جوه منين حضرتك؟ جوه منين؟ اذا كنت انا في حاجات ما بعرفهاش من جوه وانا جوه جوه، يعني مش انا، انا وغيري يعني في القناه يعني، او في حاجات غريبه جدا بتسمعها وحاجات تخليك والله ما انا ببقى قاعد كده اقعد ابص اتفرج اقول ياه بجد من مصادرك ومن جوه ماشي. وهو طبعا ولا صحفي ولا اي حاجه خالص، يعني هو مش صحفي، اللي بيتكلم ده مش صحفي. فيعني اي كلام بيتقال، اي هبد بيتقال وخلاص، لمجرد ان انا اخبط في النادي الاهلي علشان الناس تقعد تتفرج عليا، اخبط في محمود الخطيب علشان الناس تقعد عليا، اخبط في لجنه التخطيط علشان الناس تقعد تتفرج عليا. لكن اتكلم كلام عاقل. يعني ممكن حد يقول لك ايه بعض الامور ممكن تتقال فيها اصل النادي الاهلي، كلام منطقي ممكن يحصل ان انا انتقد النادي الاهلي في اي شيء، اي شيء في اي موضوع انتقد براحتك، ولكن انتقد كلام لما اسمعه احاول ان انا كاسلام يعني لما اسمعه احاول اغيره علشان اقدر امشي كويس، اقدر امشي احسن ما انا ماشي كمان. لكن مجرد هبد وكلام، الله يكون في عون الجمهور المصري خلال هذه الفتره لانها فتره صعبه جدا. طيب قبل بس ما استقبل ضيفي الاول، والنهارده عندي ثلاث فقرات من العيار الثقيل كالعاده الحقيقه في ملعب الاهلي خلال الفتره الاخيره. وانا هتكلم عن احمد فتحي، لان انا لقيت بعض مواقع طبعا كلها تنتسب لمن لا يشجع النادي الاهلي. او هتكلم في ثلاث اسماء، احمد فتحي، حسام غالي، عماد متعب. هتكلم في ثلاث اسماء بالترتيب كده، احمد فتحي، حسام غالي، عماد متعب، او حسام غالي وعماد متعب مع بعض. بالنسبه للكابتن احمد فتحي، احمد فتحي اخويا الصغير، واحمد فتحي سيظل بالنسبه لي واحد من اقرب الناس الى قلبي، لانه اللي بيني وبينه، اللي بيني وبين احمد فتحي عمره ما هيتغير، عمره ما هيتغير، لان انا بحب هذا الشخص او هذا اللاعب بشكل او باخر. المرة اللي فاتت أو الحلقة اللي فاتت أنا اتكلمت على موضوع أحمد فتحي، قلت كلمتين. قلت يا جماعة أن جمهور النادي الأهلي لن ينسى 13 سنة من العطاء مع أحمد فتحي، عملهم أحمد فتحي داخل النادي الأهلي، 13 سنة بيموت نفسه، 13 سنة صلي على الحبيب أحمد فتحي بـ100 لعيب، 13 سنة الناس كلها بتتكلم عن هذا الأمر، الناس كلها بتتكلم عن أحمد فتحي، لأن الناس كلها شايفة أن أحمد فتحي واحد من أفضل اللاعبين خلال 13 سنة من العطاء إداهم أحمد فتحي داخل النادي الأهلي. وقلت في نفس الموضوع أن برضو جمهور النادي الأهلي لن ينسى موقف أحمد فتحي من التجديد. هل الكلام اللي أنا قلته ده يعيب أحمد فتحي؟ هل الكلام اللي أنا قلته ده يعيب النادي الأهلي؟ إطلاقا. أنا قلت حقيقة، قلت حقيقة ملموسة من جمهور النادي الأهلي، وحضراتكم شايفينها على كل مواقع التواصل الاجتماعي، وأي حد بيكلمني بيقول لي هذا الكلام، بيقول لي أنا باخد كلمتك يا كابتن إسلام، اللي هي إحنا عمرنا ما هننسى 13 سنة، ولكن عمرنا ما هننسى موقف أحمد فتحي من التجديد. إيه أسبابه؟ هو حر. أنا يعني أحمد فتحي بالنسبة لي هو حر، أنا لسه ما اتكلمتش معاه، لكن هو حر يختار زي ما هو عايز، يختار اللي هو شايفه من وجهة نظره هو صح. لكن هل حد هيقدر ينسى هدف احمد فتحي في طلائع الجيش مثلا؟ مثلا يعني دي حاجه جت في دماغي فجاه، ما حدش هيقدر ينسى هذا الموضوع. هل حد هيقدر ينسى نهائي الكاس انا اسف قدام المصري؟ صحيح اللي جابها من فوق وكلنا قلنا له ايه الجمال ده؟ ما حدش هينسى الاهداف دي، ما حدش هينسى عطاء من جمهور النادي الاهلي، خلي بالكم انا بتكلم على جمهور النادي الاهلي. ما حدش هينسى العطاء اللي عمله احمد فتحي في 12 13 سنه، ولكن في نفس الوقت هل حد هينسى عدم تجديد احمد فتحي للنادي الاهلي؟ لا طبعا محدش هينسى، محدش هينسى ال 13 سنه، ومحدش هينسى التجديد اللي عمله احمد فتحي. فانا قلت الحقيقه، انا ولا بعت احمد فتحي زي ما مواقع تابعه لبعض من لا يشجع النادي الاهلي كاتبه في هذا الامر، وكتير قوي بعتوا لي عليها، يعني قالوا لي يا كابتن شوف الناس دي بتتكلم في ايه، ولكن انا ما كنتش حابب ان انا اتكلم، لكن انا حبيت برضو لان في بعض الاهلاويه الحقيقه مشوا في هذا الاتجاه. انت ازاي؟ لا طبعا انا عمري ما اتكلم على احمد فتحي بطريقه سيئه، لان احمد اخويا وحبيبي ده اولا، وثانيا النادي الاهلي ما اتعلمناش فيه كده. لا احمد خلاص الموضوع انتهى هنا، الموضوع انتهى هنا بعد 13 سنه من العطاء، الموضوع انتهى.
محدش هينسى ال 13 سنه ومحدش هينسى التجديد، عدم التجديد. بس هو ده الموضوع بالنسبه لي وبمنتهى البساطه. لكن احمد فتحي هفضل احب احمد فتحي وهفضل اتكلم كويس عن احمد فتحي، ولما يبقى وحش في ماتش هقول له ان هو وحش، ولما يبقى كويس هقول ان هو كويس، ما عنديش اي مشكله في هذا الامر. برضو خدوا الجزء اللي انا بتكلم فيه عن احمد فتحي اللي هو ايه؟ اللي هو وانا بقول اهم مكاسب النادي الاهلي خدها عشان احمد فتحي مشي. طيب انا دايما من الناس اللي ببص لنص الكوب المليان مش الفاضي. يعني ايه؟ يعني انا كشخص لما باجي افكر وانا بشتغل في قناه النادي الاهلي دايما بحاول ان انا اتكلم عن الايجابيات اللي موجوده في القرار. هل ده معناه ان مفيش سلبيات في القرار؟ لا، في اكيد. لكن انا لما اجي اتكلم هتكلم عن الايجابيات اللي موجوده في القرار، لان هو المهم، هو ده المهم بالنسبه لي كنادي اهلي وكاهلاويه. فلما جيت اتكلمت قلت ايه؟ قلت يا جماعه اهم المكاسب لعدم تجديد احمد فتحي ان انت نزلت هتنزل بالاعمار السنيه شويه خلال الفتره اللي جايه، وفرت 20 25 مليون جنيه كان هياخدهم احمد فتحي، ممكن تديهم لحد اصغر منه سنا وبالتالي تستفيد منه وقت اطول. هو ده اللي انا قلته على احمد فتحي. هل الكلام ده مش صحيح؟ لا، الكلام ده صحيح وما زلت مصر على هذا الكلام. ولكن لما باجي اتكلم لازم اتكلم عن النواحي الايجابيه في القرار. لا، ولا لازم اطلع اقول ايه يا جماعه؟ لا، والنبي احمد فتحي مشي فالاهلي هيموت، الاهلي هيغرق، الناحيه اليمين في النادي الاهلي هتبوظ، الناحيه اليمين في النادي الاهلي هيبقى فيها مشكله. لا، ده مش هيحصل. النادي الاهلي الخطيب بطل، الله يرحمه صالح سليم بطل، ربنا يديله الصحه كابتن حسن حمدي بطل، مختار التتش الله يرحمه بطل، الكابتن مختار التتش الله يرحمه بطل، الناس دي كلها بطلت بقى ومشيت من النادي الاهلي خالص. اساطير بطلت. لكن انا المفروض ان انا اقول ايه؟ لا والنبي يا جماعه عشان خاطري ابوس ايدك يا احمد يا فتحي والنبي العب في النادي الاهلي، لا النادي الاهلي هيحصل له حاجه. ايه يا جماعه الكلام ده؟ ايه يا جماعه النادي الاهلي مش كده. النادي الاهلي مش كده، وانا عمري ما هطلع اقول حاجه ضد ضميري وضد اخلاقي. كاسلام يعني، انا بتكلم هنا كاسلام. لكن هي بالعقل كده. احمد فتحي مشي من النادي الاهلي، ما حدش هينسى ال 13 سنه وما حدش هينسى عدم تجديده للنادي الاهلي، ونسال في ده جمهور النادي الاهلي مش حد تاني. الموضوع التاني ان احمد فتحي، انا الكوبايه اهي قدامي، الكوبايه موجوده اهي، انا ليه ابص على النص اللي مش مليان؟ انا ابص على النص المليان.